عليكم. السلام عليكم خوتي المغاربه، خواتاتي المغربيات. انا الاسم ديالي فتيحه من مدينه اكادير. اليوم جيت باش نعاود لكم قصتي مع الزوج ديالي، المعاناه اللي كنعيش مع الزوج مده 10 سنين، الظلم اللي كنعيش مع الزوج مده 10 سنين انا والابن ديالي اللي كيبلغ من العمر ديالو 10 سنين مسكين. المعاناه بدات نهار تزوجت هذا السيد وانا عايشه مع الظلم. هاد السيد نهار تزوجت بيه في الاول ما كانش بغاو ليا عائلتي، رافضين عائلته حتى هو رافضين، ولكن هو كان متشبت بيا، كيقول لي لا نتزوجوا انا وياك، انا بغيتك، انا كلشي، انا ندير فيك مراتي، ندير فيك اختي، ندير فيك كلشي، امي ندير فيك كلشي. نعم كانت قصه في الحب في الاول. معليش ماشي مشكل، تزوجت انا وداك الراجل، جاب عائلتو لدارنا، ختمني من دارنا، تزوجت انا وياه. تما بدات المعاناه ديالي معاه، كنكتشف بان داك الراجل غير ملتزم، غير مسؤول، يعني خيانه الزوجيه من الاول. كنحصل خيانه الزوجيه، كان التليفون ديالو، الميساجات مع العيالات المتزوجات، مع البنات، مع اللي خدامين معاه في الخدمه ديالو. فاش كنجي نواجهه بهذا الامر كيقول لي لا ما كاينش هادشي، كنواجهه داكشي ديالشي كنشوفه في التليفون عنده الميساجات هكاك، كيقول لي لا داكشي كذوب، انت حمقى، انت تما انا ويا المعاناه، لدرجه بان كيدخل معايا للدار، كيدخل عندي للدار، فاش كيدخل كنناقش معاه، ما كيتجاوبش معايا، كيخرج كيخليني دائما نفس الشيء هكاك غاده. المهم قلت معليش، صبرت عليها الطفل المسكين، صبرت، قلت ماشي مشكل، ما نشرطش ولدي، ما نحرمش ولدي من الاب ديالو. بقيت هكاك حتى دابا عامين. هادي السيد كان مسكني في واحد الاقامه في الحي المحمدي، بدون ذكر اسم اقامه. كنتفاجئ بانه هو سكنني تما كاينه العشيقه ديالو ساكنه تما. نعم نفس العماره، نفس الموبل. كيجي كيدخل مع الباب ديال الاقامه، كتشوف كما داخل دارو ما كيدخلش عندي نهائيا، كيطلع كيمشي عند العشيقه ديالو يوميا، كينزل عند، كيبات عندها الصباح، كينزل من عندها، كيلوح ليا تصور 20 درهم 10 درهم تحت الباب. اش غادي انا اش غادي لي 20 درهم انا ولدي، اش غنفطر بها، نتغدى بها، اشنو غادي ندير بها، اشنو. المهم بقيت هكاك حتى فاكتشف الامر، ناض ليا قال لي انت حمقى، انت فاعله، انت تاركه. حرش عليا ديك العشيقه ديالو والعصابه ديالها، جاو تهجموا عليا. كنعيط على البوليس، ما جاوش البوليس حتى 9 الليل، ما لقاو حتى حاجه. النهار الثاني عطاو، جات تهجموا عليا مع جوج النهار. كان داك النهار السنديك جاب البوليس، هزوني مع العشيقه ديالو، داونا الكوميساريه ديال الحي المحمدي، خداو الاقوال ديالها، هو تبعني مع ولدو في الطوموبيله. المهم جيت من تما، لرجوت بان هذيك السيده اللي معاه هذيك الاقامه كامله كانت كتشد ضدي انا، جاو كاملهم كيشدوا ضدي، حتى البوليس جرى عليهم، قال لهم ما لا داعي، السيده شنو دارت لكم؟ هي المشكل دا مع هذيك السيده اللي كدات لها الراجل ديالها، الزوج ديالها. المهم داكشي، نعم، علاقه غير شرعيه، ما كفهمش داكشي. تقريبا انا داك الوقت سكنت تما سكنت شي 9 شهور، داك الوقت اللي تقريبا شي شهور هو كاين معاه تما، كيبات عندها كلشي. فاش كنقول ليه فين كتبات، كيقول لي كنبات في الطوموبيل، كيقول لي انا راه كنبات في الطوموبيل، كنقول لها ما كاينش واحد كيبات في الطوموبيل، كيقول لي كنبات في الطوموبيل. كنقول ليه شكون كيجري عليك من دارك؟ جي لدار، جلس مع ولدك، جلس مع مرتك. هو ما كيطقش الكلام ديالي، ما كيسمع الكلام ديالي، ما حتى حاجه، يعني هذاك الراجل طاج، ما كيشوف فيا، ما كيشوف ولدو، لدرجة بأن باش يجيب لي هذا المصروف ما كيوصلنيش للدار، كيحط لي داكشي عند السنديك برا سيكوريتي، أنا محروم عليه يوصل للدار بتاتا. بقيت هذاك المعاناة، بقيت هكاك، تا ولاو واش كيديرو هما، كيشدو كيرمو عليا، كنلقى في الباب ديالي الشاوة، كنلقى جميع أنواع النجاسة في الباب ديالي برا، كيشدو السطولة من السطوح كيخوم عليا، يعني واحد الحالة يرتلى. معليش ماشي مشكل، صبرت، دفعت عليه دواء النفقة، مشات معايا الوالدة ديالتي، دفعت لي دواء النفقة، خرجت لي الدواء ديال النفقة، خرجت لي 10000 درهم.
فاش خرجت لي دعوة النفقة خرجت شهر 9 ديال داك العام. حضرنا انا وياه عند وكيل الملك. فاش حضرنا انا وياه كيقول كنتفاجئ بان كيقول وكيل الملك راه الام ديالها غادي تشهد ضدها بان كنفق عليها. والام ديالي اللي مشات معايا عند محامي والمحامي هنا كاين في اكادير معروف ما عرفتش نذكر الاسم هنا كاين في اكادير معروف. كنتفاجئ كيقول لي بان راه الام ديالك كتشهد ضدك. انا استغربت انا تعجبت انا. نعم هذاك هو الامر. انا نجيك نكمل القصه. صافي دار مع وكيل الملك بان يعطيني النص وبقى لي النص. دار مع شهر 10 عطيني داك النص. انا هربت من تما هربت من داك الحي محمدي جيت هذا الحي الفرح. فجيت حي الفرح وهو تابعني بالانتقام قال لي ما غاش تسكني في ديك الدار. التحقت واحد الدار سكنت فيها مده شهر سكنت عند واحد السيده سكنت هذا الشهر درت مع الكونطا داكشي كامل سكنت عندها. كنتفاجئ كتقول لي خرجي من داري. السيده ما بيني وبينها حتى حاجه كتقول لي خرجي من داري. قلت لها خالتي شنو هو المشكل؟ قالت لي صافي انا ما بقاش كاريه لك. قلت لها شنو المشكل؟ قالت لي لا تخرجي من داري. كتهجم عليا كتقول لي تخرجي من داري ولا غادي نمشي نشهد معك زور مع راجلك وعائله راجلك في المحكمه وندير لك ولدك. انا صافي خوفتني تحوت من ديك الدار. خرجت من تما مشيت لدار اخرى نفس الشيء. عطيني كيحرض عليا ماي الدار نفس الشيء جروا عليا. دابا جات للدار الثالثه ساكنه فيها دابا 6 شهور كيحرش عليا من الدار. كيجي يوميا كيجي من الدار كيتهجم عليا كيرس عليا الباب. السب والشتم والقذف في السمعه ديالي في الشرف ديالي في حته. حتى ولدي كيقول لي بان هذاك الطفل ماشي ولدك. هذا مولد كيقول لي هذاك الطفل غير نتبنياه ماشي الابن ديالك ماشي من الصليب ديالك نتبنياه. درجة هكا ضربني بعكاز يدي كلها زرق لي عندي الصور كامله. درت به الشكايه الاولى الشكايه الثانيه ما تفعلتش الشكايه الاولى ما تفعلتش الشكايه الثانيه الثالثه. هزوا درجة بان دخلت للدار تهجم عليا. هذا مو الدار تهجم عليا. دخلت للدار عندي لداخل دخل الدار لداخل كيتهجم عليا الدار. سديت عليا داري مشي جبتي البوليس هزوا البوليس من الدار داو تال تما وخلاو طلقوا السبيل ديالو. فاش خرج وسط الكوميساريه كيقول لي هاكي ما سويتي والو وكيسبني وكيشتم في السمعه ديالي قدام المخزن. انا هادشي اللي انا هذا هو الغريب في الامر. هذا هو الغريب في الامر. ظلم درجة بان حيدوا لي دابا الضو 5 شهور جالسه بلا ضو. انا ولدي طفل عنده 10 سنين عباد الله. خوتي المغاربه الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير. انا النداء كنوجهو لكم كنوجهو لمحمد السادس نصر الله عاش الملك. انا بغيت النداء ديالي يوصل للملك محمد السادس. انا كنعيش ظلم عظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم انا جيك القضيه حسبي الله ونعم الوكيل. دابا انا متشرده قطعوا لي الضو 5 شهور زادوا الماء دابا شهر. انا ما عندي ضو متشرده درجه بان هزوا لي لاكارت من الدار. لاكارت نصر ديالي ما عنديش. انا كمواطنه مغربيه ما عنديش لاكارت نصر. يعني انا كنتجاوب لا لاكارت نصر كلشي عندهم كيقول لهم ديري لاكارت. البوليس كيقول لي ما عندنا ما ندير لك جيبي الوثائق. اشنو الوثائق انا نعطيهم؟ كيقول لي جيبي وثائق. ما عندي حتى شي ورقه ما عندي حتى شي حاجه. فين غنمشي انا وهاد الدري؟ انا متشرده في الزنقه درجه داري ما كناكلش فيها. كنلقى انواع النجسه حشاكم عزكم الله خوتي المغاربه. كنلقى البول في الفراش ديالي في حوايجي. كنلقى الدم كنلقى الغائط كاع المخلفات ديال البشريه كنلقاها في الدار ديالي انا ولدي. درجة انا وليت مريضه الله يجازيكم بخير خوتي المغاربه وقفوا معايا. تقول يا ولدي تقوى الطفل مسكين 10 سنين ضحيه ديال الاب ديالو اللي داير مرايا عصابه. حسبي الله ونعم الوكيل. درجة ولدي ما كيقراش ما قراش هذا العام. كنطلبو كنترجى كنقول ليه عافاك هز ولدي كري لي. انا ما عنديش باش نكري ما خداماش ما عنديش شي عمل قار ما عنديش لاكارت ما حتى نمشي نكري ما كنلقاش ما كاينش كريك ما عندكش لاكارت. كنقول ليه هز ولدك كري ولدك هالعار كري ولدك اي بيت باش يدخل خمضات. كيقول لي لا دبر راسك ولدك هزيه ديري تاوي راسك كوني مرا ونص ديري. وانا باقي لي الدم ديالو كيفاش انا غنقري هاد الدري فين غنمشي نسكن فين غنقلب الكرا فين غنقالي الاستقرار ما عنديش لاكارت ديالي. حسبي الله ونعم الوكيل. انا خليت من الله سبحانه وتعالى. هذا الزوج خليته الله سبحانه وتعالى لان كرفصني بزاف بزاف بزاف. وماشي انا الضحيه ديالو حتى الابن ديالو مسكين اللي حتى هو كيعاني مجامي مريض نفسيا. يعني
سمحوا لي اخوتي المغاربه حتى الكلام راه اللسان عجز الكلام. وحق الله العظيم الى ظروف قاسيه 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 بزاف. الام ديالي انا نجيك الام ديالي، الام ديالي كما قلت لك درت المحامي، فاش خرجت النفقه كانت فاجئة بان الزوج ديالي وصل المحكمه قدام وكيل الملك، يقول وكيل الملك بان الام ديالها غتشهد ضدها في المحكمه بان كاين فقيه وهي ذات المحامي. انا تصدمت ديك اللحظه، تصدمت ما بقيتش عارف اش ندير، ما فهمتش. المهم دات الجلسة ديال الحكم، فاش مشيت عند الوالده، مشيت عند الوالده للدار عندها كتسكن هنا في النواحي ديال اكادير، قلت لها واش بصح انت غتشهدي ضدي، تشهدي ضد بنتك، تشهدي ضد بنتك بان السيد كان فوق، وانت عارفه المعاناه اللي كنعيش معاه من تزوج به، كنقيس عندك 4 شهور 5 شهور عاد كنمشي هو عنده سيمانه شهر كنرجع، كتقول لي تخرجي من داري نجيبك البوليس. حتى كنتفاجئ كيقول لي الزوج ديالي بان الاخت ديالي اختي ام عليا، كتقول لي اختك ام عليك، اختك احسن منك، غادي الام ديالك من البلاد، غادي الاخت غادي الام ديالك والاخت ديالك غنديهم للبلاد، سمحوا لي اختي غادي الام ديالك من البلاد والاخت ديالك غنديهم دار، نديهم دارنا ورد لهم كرامتهم ورد لهم اعتبارهم. فاش مشيت دخلت عند الاخت ديالي قلت لها اشنو دخلك في المشاكل ديالي، كتشنق عليا شو تقتلني. حتى جا الاخ ديالي من السطح فكا كيفك كيقول لها تلقاها تقتليها، قالت لي غزيت وضرب راسك مع الحيط، هكا بهذه العباره غزيت وضربي راسك مع الحيط. يعني انا كاينه معاه، عجبك الحال ما عجبكش الحال ضرب راسك مع الحيط. هذه اختي عندها 48 سنه اختي الكبيره، غير عرقه غير شرعيه مع الزوج ديالي. منكر، هذا منكر، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ابدا 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 ما عمرني شكيت في يوم من الايام بان هادشي وقع لي من عائلتي او اختي، بالضبط هذيك الاخت ديالي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا كنطلب من خوتي المغاربه وخواتاتي المغاربه توقفوا معايا تنشد الحق ديال الطفل المسكين اللي متشرد، وحقي اللي مشى هكا، كرامتي شحال من حاجه شحال من حاجه، كنطلب الحق ديالي انا وولدي، الحق ديالي انا. هذا الفيديو انا بغيت نوصل محمد السادس نصر الله، الله يخلينا الملك ديالنا، يا ربي طول في عمره، يا ربي تبارك وتعالى.